عندي ميشن اليوم، بدي روح علم عبد الله يعمل درفتنج. شو في احلى من هيك؟ اليوم جاي ادرفت. هذا اللي بسوي اليوم. وصلنا الى حلبة الدرفت، اشوف مليون قمع قدامي، اقمع اقمع اقمع. خفت، متفاجئ كثير، انا عم شوف الحلبة قدامي جاهزة كانه انا شخصيا عملها. احلى كومبينيشن لحتى يتعلم عليه عبد الله. المتفاجئ في السيارة، جايبين لنا سيارة مثل ما نقول نحن سيارة الدرفت من الاخر، يعني من الاخر تبع، يعني شيء واو. يعني مفاجأة اليوم رح نستعملها ونسوقها ونعمل فيها درفتنج، هي نيسان 350Z. مش حيلا نيسان، فيها محرك تبع تويوتا سوبرا 2JZ، تيربو كتير كبير وسيارة كتير جاهزة للدرفت. 2JZ، تفضل. مكينة سوبرا، يعني عم نحكي معنا بحدود 700-800 حصان هلا انا وانت. يعجبوك او بدك بعد نزيد؟ لا لا نقص يا حبيبي، شو اللي يعجبوني؟ ليه طيب؟ ما الكفرات تدور على طول يا. شايف الشغل، شايف التيربو، شايف كيد. ماشي. واو. بدنا نعمله هلا اليوم عدة مراحل، وبالاخير بنجمعهم كلهم بطلعة الدرفت كاملة على الحلبة. حلو. رح نبلش بالدونات. فيجر اوف 8 اللي هي علامة الثمانية، من بعدها عندنا سلالوم. من بعدها عندنا البوكس. رح نعمل برمي حول البوكس، نرجع برمتين داخل البوكس، نطلع منها فيجر اوف 8 بعلامة 11. ومننهيها بالسبايرل او الحلزونة بسموها. بدنا نفوت نعمل سيركل كبير، نرجع تو سيركل صغار بقلبها. اهم من هذا كله، انا مهمتي اليوم تكون انا فرحان ومبسوط، واكيد حتى البوس تنبسط. بدي من بعد ما نخلص هالمراحل كلها، بدي اياك توصل ليهم كلهم بطلعه كامله الدرفت، وتخليني انا وقاعد عم بتفرش كانه عم شوف حدا من ابطال الشرق الاوسط بدرفتين. اوكي، رح نطلع نجربها هلا طلعه بالسياره انا وانت. رح نبلش ستيب باي ستيب. بهالحاله ما رح نعوز لاخوذي للرأس، لانه نحن بقلب الحلبة ما عندنا مكان صغير، منه يعني منه ريسك، ما عندنا سرعه، وما عم نعمل تاندم سياره ضد سياره. صوره واحده اهم شيء اكيد السيت بيلت. وصلنا على الدونات، بنلف شمال، بدعس كلتش، بنحط هاند بريك. بس حس السياره عملت لوك من الرير، بشيل اجري عن الكلتش وبدعس بنزين، بصير اقدر اتحكم تناغم بين دعس البنزين وبكبر السياره. نحن وعلى السلالم عم خبر عبد الله انه لازم سرعه اعلى يكون معنا. اذا بنحط جير ثاني، بروح شمال يمين، ودائما فل انجل من زاويه لزاويه. على البوكس لازم خفف سرعتي، حط جير اول، لانه داخل البوكس بدنا نعمل 2 دونات كتير دقيقين، احسن ما نضرب الطرفين تبع البوكس. علامة 11 هي ذاتها مثل الفيجر اوف 8، لازم نعمل علامة 8 بقلب علامة 11، يعني يمين يمين مع هاند بريك، نرجع شمال شمال مع هاند بريك. سبايرل بدنا نعرف حالنا، رح نكون فايتين فيها كتير سرعة عالية، كيف بدي اقدر انا اعمل بريك بقلبها، حط جير اول وارجع اعمل 2 دونات بقلبها. اشوف لبوس حبت من الاول من الاخر، حتصير سواق درفت في يوم واحد. يلا